يا حيهم يا مرحب مليون في حلقة جديدة من فورتنخت. طبعا سيدي بدي اخذكم، ما في انتظر، ما انتظر خريطة كبيرة ورانا شغل وايد، ما اعرف اذا بكمل كل المهمات، لكن انا اقول مع ناس زينين. بس خلنا نسترجع المعلومات، هاي شو ريتريف داتا هني ولا هني؟ زين، ها اوكي، هنا بيكون هذا ريتريف داتا. خلينا نشوف، حصلنا جروب ناس على الناس نلعب وياهم. شو الريوج؟ كوبر اور سبي. مشكلتي في الرصاص، عندي رصاص موضوع صعب. ما اقدر اسوي رصاصة، ما عندي استمد رصاصة، which is nothing. اوكي، خلي تري ناس تدخل، كنت ما بحد يدخل لكن الحين ما عندي بعدين لو ليفل، ترى يبالي ليفل بزيادة. يلا بعد واحد بنروح. والله زين اللعبة، ما تبطي الصراحة، لأن أنا أدخل ما نبطي. يلا هي الصراحة جميل، لعبة جميلة. خلنا نجمع لأن بنينا هناك نحن من ساعة، خسرنا الموارد كلها تقريبا. يلا اوف، بنا دراي لوين؟ هلا ابوي، والله يبالي يكون اقوى شوي، قوته تعبانه. سوي لها لوكيت، ما عندي رصاص بعد، هاي موضوع ثاني. منو اللي زاق يعني؟ سويت ريسك وانا حق حد، صح؟ خلنا نسير عند الربع، خلنا نسير. في بتري، في هدية، في واحد عند الدرب هذا. انا قاعد ادور سامون ترى. خشب ما انا بكسر كل شيء في الدنيا، بس تكسير محتاجين كله حق كرافت. احنا قد ما اقدر يمه حق كرافت، ما نقصر. كيف ترتيب النزول؟ وين هذا؟ هناك ها؟ هلا ابوي،
بس هالماب ما في حدايد، ما في ترى. وين نسوي ندافع الحين؟ اه هناك. بتعور شكله. اوكي وين بيونا هالجماعة؟ دورين كل شيء العالم ده هنا، مو كل شيء. اوه تراب، نايس. ترى لازم ندور كل شيء. كيف باني هذا؟ ذكرني فرست والله. يا حبيبي وانت بتصيره برج مطولة. هاي ندور سوا. بدل هذه الساي خلينا ندور سوا. اه هاي منطقة حلوة شكلها. تمام خلنا ننقذ هاي. ما بقى تموت. أشكركم. يوني يوني هاي ويشلو السماء حيوانات. بس أنقذتها خلاص. وين وين؟ الصناديق كلها راحت. زين لحقت عليهم بدري. أنا الحرامية يشلون السماء. كل شيء كل شيء أول الحين. الحين زين حصل ممتاز. حديد عندي بس ما قاعد ابني اي شيء. كنت حديد انا افا دمرته بالغلط. وات ذا هل هني؟ شوفي في سامون. ايوه مكان فنان شفت له.
يبون تو بلو جلو. ما في بلو جلو عندي. كسر الدنيا هاي كلها بتوكل. بس عندي وايد حديد بعد اكسر ليش؟ عمي كسر. ما اسوي رصاص ما اسوي شيء. احلى شيء الايتمات الصغيرة اللي تكسر سرعا. ها انا تشوف كل ما اكسر ايتم يطلع لي شيء من وراه. زي خلنا نطلع من هني توكل عند الربع. في شيء فوق؟ لا. لازم ندور خريطة كاملة. وين صار؟ والله فنان الكونسبت. ندور خريطة كاملة. ها شوف عطنا حق رصاص، عطنا حق رصاص. هذي لهم يو. اها في واحد فوق. ليش هذي لهم هناك؟ شو صورة صندوق تشوفها؟ شو السالفة؟ أنا استكشف. أيوة هو ذا الكلام. بصير فوق الحين من يطلعون هاي. بصير فوق. اوه سوينا 75% اوف ذا موب. سر هاي الفنانات اعطوني حق سلاح، اعطوني حق سلاح. ما يعطوني حق سلاح يعني ما من فايدة. لحظة شو السالفة؟ هاد طالع في حضنهم. اوف هذا تعال. كفو عليهم. حرين انتهى المصيبة. خلي دار خلاهم يلفون على الأقل.
وين بيطلعون؟ من نفس المكان. بينكسر السلاح قريب. خلينا نقرب من فوق الصوت. اللي من فوق اللي من تحت. أحد قاعد يستهبل علي رسم سلطاني. قاموا ينطون تحت. نايس. يا حبيبي. كل أحد من فاتهم من الخايس هاي. هاهاهاها خرب بيته ما يخلصون. بعد ملفات غير شو ربيت الملفات اللي ما تخلص. ميسر مات. في واحد هسه شو يسوي؟ كان بيجي يقول بيها مسكين. تعال تعال تعال. جاهز افا حسب الابيلتي مال الشكوى جاهز. شت من دخش قلت بعد لا عندي عندي بعده بس مش وايد يعني حرام اسوي ويست الحين. تعال خلنا اقطعهم. خايس
بس والله وايدين. أحا ليه متى نزل؟ أوف خلصنا. أنا ليش ما سويت اكس بي بوست؟ كل هذا اعطينا خسيمة مسوي. والله اني غلطان. اوه شوف الكومبات مالي. فنان. يوتيليتي بيلدينج انا دائما ما ابني طاف اسحب عليهم. 200 يوم. لازم استاهل ليفل 5 تست. بتم احلم فيها ليفل 5 لين اخر يوم بحصل اسحبوا علي. وين صار؟ ليفل 3. والله في مال بريم باكج اكسترا. يلا بلاي سكرين. كليك. خلنا نشوف شو عندنا ما عندنا. يلا بطل ما الصورة كل حد يدخل فيها بصور شو السيلفي العالم طايح فيها كلك طول. عفوا جبت معلوماتكم بشكل مضبوط. شو كان هذا؟ هوم بيس ديفندر. يا هوس بيس ديفندر. الحين خلنا نشوف سكيلز. بطل وياكم شو يسوي لنا هذا؟ تراب دمج ابيلتي قاد جد دمج هيلينج نايس. عندي خلنا نجمع باك كوستات ليفل اب يور كولكشن بوك كونسيدر ريتيل اكسام اوف يور هيرز بيرسونال اند سكيماتيك ميك روم فور نيو ريكروتس. يقول ليش؟ انا اتخلى عن الهيروز اللي عندي ولا شو؟ هذا ما ابغى اكبر غور الحين بعد بدري علي اظن بدري. ليش كم هيرو عندي اقدر اشيل انا؟ ما اشوف ما اعرف. الحين قاعد العب في هذا. خلنا نعطي ليفل اب. كونفيرم ليفل اب. ليفل 6 كونفيرم ليفل اب. بس خلاص بديت مو عندي حقه. قلت له كنا سكتري بيس هيلث فور 3 سكندز. شوف ليفل 8 بيحسن انكريز اسولت اوبن دمج باي 24 وايد اوكي. هذا ليفل شكله زين على لعبي انا زين. بس عندي مش هاي اللي عندي اوبنات ابلها بعد. باك باك لا مش هني. اسكيماتكس بس اللي يتكسر شو يسوي به؟ باك مو بسوي ليفل اب بالرايه. هاي كانت حلقتنا لليوم استرجاع المعلومات طبعا. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. نشوف شو بنسوي وشو بنلعب. اكيد اكمل نفس اللعب يعني. في مهمة جديدة ان شاء الله في حلقات قادمة وقصة جديدة ولذيذة مع فورتنايت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.